عالم مشهور، هذا كان في أول حياته ملحد، بعد ذلك صار مؤمنا من أدق المؤمنين بالله يعني نقصد. قيل له لماذا انقلبت مؤمنا؟ قال وقعت ظفري في الباب، انصدمت فوقعت، ثم رأيت أن هذا الظفر أخذ يخرج رويدا رويدا. بعض الأطباء وكذا سألت من الطبيب هذا شنو؟ قبل كلكم تعلمون لحم وبعد كلكم تعلمون عظم. يقول سألت من الأطباء في المستشفى، قلت شنو هالماكن اللي هنا الذي يبدل اللحم عظمة؟ لأنه قبل اللحم بعد عظم. إذا جيب كل المكائن العالمية تتمكن أن تبدل اللحم عظمة؟ أبدا ماكو هذا الشيء. ولذا الآن في أشخاص اللي يتكسرون إذا لم يتمكنون حتى جزء صغير من العظم يصنعون. فقالت من هذا الطبيب من الأطباء اللي يباشرون إصبعي أنه شنو ماكن من هنا هنا؟ يعني الفاصل بين اللحم وبين العظم حتى هذا اللحم يتحول إلى عظم. يقول كلهم قالوا لنا. قلت صحيح، فأنتم لا تصنعون هذا الشيء؟ قالوا احنا من ندري أصلا، فكيف نصنعه؟ قلت فمن صنعه فمن يصنعه؟ كلهم قالوا الله يصنعه. نقول من هذا الأظفر أنا أمنت بالله. وهذا فرد شيء بسيط في ملايين الأجزاء اللي نحن نعيش في وسطها، مو يعني فرد شيء هو الأول والآخر في الموضوع.